وماذا قال في الأنبياء؟ آتيناهم سليم. ماذا قال في صاد؟ وهبنا له. وهبنا. طبعا الإيتاء يشمل الهبة وزيادة وغير الهبة. مع أن الاثنين يدلان على العطاء. لا تمام، الإيتاء يستعمل في المال وغير المال. الإيتاء يستعمل في المال وغير المال. آتيناهم حكما وعلما. تمام. آتينا ثمود الناقة مبصرة، قل وهبنا له ثمود الناقة مبصرة. غيرناهم. آتيناهم الكتاب. صح. إيتاء الزكاة، آتى المال على حبه. نعم. الهبة لا. تستخدم في ماذا؟ من الأموال غالبا. يعني وهبنا له الكتاب؟ لا. وهبنا له الناقة؟ وهبنا له الحكم؟ ده الإيتاء أوسع. هذا واحد. صح. إذن طيب. إذا آتينا يشمل وهبنا وزيادة، يشمل المال وغير المال. أي الأوسع، آتينا ولا وهبنا؟ آتينا.